بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اعتقال سماحة آية الله الشيخ نمر باقر النمر سابقة خطيرة في مجتمعاتنا إذ تقدم الأنظمة باعتقال رموزنا الدينية وقدواتنا الدينية بهذه الطريقة الوحشية التي تمت بها، وتعرضهم إلى هذه المحاكمات الصورية وهي محاكمات سياسية بامتياز، سابقة أن تقدم وترتكب هذه الأنظمة الشمولية المستبدة الدكتاتورية على مثل هذه الخطوات التي تمتهن فيها كرامة جميع الناس، وهي إهانة موجهة لكل المسلمين في العالم، وهي إهانة موجهة لكل الأديان السماوية ولكل المهتمين ولكل المعتقدين بالحريات الدينية خصوصا. أما اعتقال سماحة آية الله الشيخ نمر النمر لا تمثل فقط سابقة، وإنما هي تعكس حقيقة واقعة بأن هناك تغيير كبير يجتاح المنطقة. وما هذه الخطوات إلا ردود فعل هستيرية على هذه المتغيرات التي بدأت تعصف بكل المنطقة وبكل العالم الإسلامي. في هذه المتغيرات كانت ردود فعل الأنظمة باعتقال رموز دينية وقيادات دينية هي تعبير عن مدى الهلع والخوف من حجم هذه التغييرات التي باتت تجتاح المنطقة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. الأمة الإسلامية اليوم تعيش من أقصاها إلى أقصاها حالة من الغليان، حالة من التمرد، وحالة من الرفض للواقع الفاسد القائم في معظم بلادنا الإسلامية، لتتاح فرصة جديدة لأبناء هذه الأمة أن يقيموا أنظمة توفر الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. وهذا تماما ما نادى به سماحة آية الله الشيخ النمر عندما دعا إلى ضرورة إصلاح الأنظمة المستبدة والدكتاتورية واحترام الناس وإرادة الناس وإشراكهم في الحياة السياسية. نحن مقتنعون بأن العالم من حولنا يتغير، وأن اعتقال مثل هذه الرموز لن يوقف مسيرة هذه المتغيرات التي سوف تقتلع الاستبداد وظلام الدكتاتورية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.